بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سعيد أكون بين عوائل الشهداء. قبل الله أعمالكم طاعاتكم أعمال كل العراقيين الشرفاء. عندما نلتقي بعوائل الشهداء يجب أن ننحني لهذه العوائل المضحية اللي قدمت أعز ما عندها من أجل العراق ومن أجل أبناء العراق، ولكي نكون نحن اليوم في هذا الوضع في أمان. هذه التضحيات مقدرة، وبالخصوص احنا قاعدين على الفطور هناك عوائل الشهداء من كل صنوف أبطالنا في الجيش العراقي البطل، حشد الشعب البطل، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية. حقيقة هاي اللي قاعد تحملني مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن نلتقي بعوائل ضحت من أجل العراق، وبالخصوص أنه هذه العوائل هي من كل العراقيين، من كل مكونات ومن كل الصنوف. إن دلت على شيء دل على إحنا اللي يجمعنا العراق. من أجل العراق قدمتوا أعز ما عندكم، وهذا شيء يسقل يعرف همومكم وحشة أبنائكم، لكن من أجل كل العراق استرخص قدام تضحيات أبنائكم من أجل العراق. مع كل هذا احنا نمر بظروف صعبة معقدة منذ سنين طويلة، ويجب أن نعمل سوية لعبور هذه التحديات جميعا. مع كل هذا أخذنا خطوات كبيرة بهذا الحكم للدعم عوائل الشهداء والجرحى، وسوف نستمر بهذا الدعم رغم كل همومكم كل وجعكم. استقبلنا كثير من النساء وابناء الشهداء بابتسامة. هذه الابتسامة تصنع عندنا الأمل، تصنع عندنا الفرحة. نحتاج الابتسامة تكون هي السادة على وجوهنا، مو الحزن. يجب أن نطلق الحزن ونفكر في المستقبل. الآن نحن في مرحلة بناء العراق، إن شاء الله عراقيين جميعا بدون استثناء نعمل من أجل خدمتكم وخدمة بلدنا. ويجب السلاح ما يرفع بين عراقي وعراقي، السلاح يرفع ضد أعداء العراق فقط بالخارج وضد الجماعات الإرهابية. يجب أن نشجع عراقيين أن الحوار هو الحل، مو الأخطاء في الحوار ننتج السلاح. هذا مرفوض وغير مقبول، حتى لا يكون هناك أرامل وأيتام وأب مفجوع وأم مفجوعة. يجب نعبر هذه المرحلة. هذه دعوتي لكل القادة السياسيين ولكل العراقيين. يجب أن نفكر بالحوار، الحوار الحوار حوار من أجل المستقبل. هذه الحكومة عملت الكثير، نجحت في تجاوز كثير من الأزمات، وأكو أزمات ما قدرنا نعبرها، نحتاج لها وقت ونحتاج لها صبر. وسياستنا في الحكومة سياسة الصبر، عدم الانجرار إلى المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، عدم الانجرار للصدامات حتى لا نقع في بؤرة الدم أو بؤرة الضحايا. يجب أن نعمل اليوم بكل قوة لبناء عراقنا ومستقبل العراق من أجل هؤلاء الأولاد الموجودين في القاعة، أبناء الشهداء اللي ضحوا يجب أن نعمل لهم. ولهذا أطلب من إخواني في البرلمان العراقي مثل السياسية العمل بأسرع وقت بالتصويت على قانون الأمن الغذائي، لأن ما عندنا موازنة حتى ندفع التزاماتنا تجاه أبنائنا من ضحى من العراق، توفير خدمات، توفير ظروف سكن أفضل. نحتاج تمرير هذا القانون بأسرع وقت. هي فقط توفير خدمات، ما عندنا شيء مصاريف معينة من فائض جانب سبب النفط حتى نخليها في خدمة شعبنا. نتمنى يتم تصويت عليه بأسرع وقت حتى نقوم تحريك عجلة الاقتصاد، تحريك عجلة الخدمات للناس. هذا كل ما أتمنى لكم. كل عام وانتم بخير، ما أطل عليكم، وأتمنى لكم خير لكم وأولادكم، وإن شاء الله كل العقبات عندكم والتحديات نعمل على تدليلها. أرجو عندكم الصبر مثل ما صبرتوا، ولكن كونوا عن ثقة، سوف أتابع كل همومكم لحظة بلحظة مثل ما قاعد أتابع كل هموم عراقيين في موضوع الكهرباء والأمن وكثير من قطاع الخدمات نعمل بها على مدار الساعة بدون ما نسوقها بالإعلام حتى تقول لهم النتيجة ميهم من الجانب شو يقولوا الآخرين. مرة ثانية أتمنى لكم شهر رمضان كريم لكم عوائلكم، وإن شاء الله تكون أيام نحولها إلى فرح وعيد، والمريتوا بي والوجع مريتوا بي ميمر بي الآخرين. أنتوا ضحيتوا، يجب تعملوا أنتوا عوائل الشهداء
على تحفيز الناس، ما حصل لكم ليتكرر الآخرين، يجب نحب بعضنا، ما عندنا خير غير عراق، هويتنا عراقية أولا وأخيرا، مثل ما قاعدين في القاعة من عوائل من كل مكونات يجمعنا العراق في حديثي، حلقول اليوم مباشر ما عندنا غير العراق. وشكرا جزيلا، شكرا.